متابعي شوف تي في، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه الجوله الليليه بمدينه تطوان. طبعا شوف تي في كنتقل معكم في هذه الجوله الليليه عبر شوارع المدينه. اكيد كاين انخفاض درجه الحراره هذه الليله متابعينا، حاليا كاين 14 درجه، وقررنا ان نديروا الجوله الليليه في مجموعه ديال شوارع المدينه متابعينا. وطبعا اللي قصر معنا مرحبا به من المدن المغربية كالعادة، شمن مدينة وكيدير الأجواء معنا في هذه الليلة متتبعينها. اللي معنا في شي مدينة في هذا المباشر يقولنا المدينة ديالو وكيفاش دايرة الأجواء. احنا الآن انطلقنا من قرب رياض العشاق من جهة السفلى في المركز الفني الحديث ديال تطوان. إذا انتم كتشوفوا متتبعينا تبان لكم الرؤية، خاصة الناس ديال تطوان غادي يعرفوني بالضبط فين أنا، في اتجاه شارع المسيرة متتبعينا. إذن أمامكم رياض العشاق، مركز فن الحديث، ها هو في كنستاسيون ديال التران سابقا. انطلقنا معكم في هاد الجولة متتبعينا، نتمنوا أنكم تاخذوا معنا أجواء جميلة في هاد الجولة الليلية متتبعينا أينما كنتم. مرحبا بكم فاطمة، أهلا وسهلا. عبد القادر سلام خويا صفا، كالعادة المدن ديالكم متتبعينا وكيفاش دايرة الأجواء الليلية في المدن ديالكم. اذا كما كتشوفوا معنا شارع المسيره هو هذا في تطوان. نمشيو معكم ونشوفوا الاجواء كيفاش عامله. كما كنأكد حاليا كاين انخفاض درجه الحراره، كاين البرد القارس، المدينه خاويه الان طبعا لان هذه الساعه ديال النعاس وديال التكماش، خاصه البرد القارس متتبعينا لان البرد القارس. اذا كما قلت شارع المسيره الان اتجاه مدارات ايسو الدار البيضاء. تحية الناس ديال الدار البيضاء، حمزة أنا مزيان أخويا صافا الله يبارك فيك. شارع المسيرة سي سعيد، طبعا شارع المسيرة في اتجاه مدارة إيسو. نمشيو معكم في اتجاه شارع الجيش الملكي ونشوفوا من اتجاه آخر، غنديرو الجولة الليلية معكم متتبعينا. أمامكم المصلى، مسجد المصلى طبعا هو اللي أمامكم متتبعينا. طبعا كتعرفوا في هذا الوقت المشاكل اللي تعيشوها المتشردين، وهذا نداء في هذه الجولة الليلية لكل واحد فينا. عندكم شي حاجة طبعا، شي مانطة ما كتستعملوها، شي غطاش، شي صباط، تكون القلوب الرحيمة متتبعينا لأن كاين انخفاض درجة الحرارة. صدقوني أن الإنسان في الدار ديالو وفي البيت النعاس ديالو، اذا اللي مجوج راه مع المدام ديالو، كاين دفء نسبيا، واللي عزريته هو راه بالمنطه ديالو وكيحس بالبرد. ما بالوك هاد المتشردين متتبعينا اللي كاين في الزنقه. اليوم الحمد لله انه كاين الجو زوين وجميل في تطوان، كنهضر على تطوان متتبعينا، ولكن الان كاين انخفاض درجه الحراره، البرد القارس. يسرى سلام، سيتو سلام، سنية الرمل، غادي ندوزو سنية الرمل المتتبعين، شكرا لك. إذا محمد غادي ندوزو على سنية الرمل، مرحبا. كنتي في سنية الرمل يا أخي قريب، يمكن ندردشو معاك إذا كنتي قريب، وهذا عندنا شرف أننا ندردشو معاك في المباشر. نعودو متتبعين النقاش، انخفاض درجة الحرارة، البرد القارس. حنا في ديورنا أو دابا الآن أنا في السيارة ما كنحش بالبرد، عادي على برا يمكن لك تلقى متشرد مسكين فرش الكرتون. وحنا كنعرفو انخفاض درجة الحرارة. حمزه انا في سنة الرمل، شنو بلاصه سي حمزه في سنة الرمل؟ ممكن نصادفوك على المباشر سي حمزه، انا في الرامبوان ديال الرتاحه، قول لي فين نجي عندك. مرحبا وندردشو معك خويا في المباشر، يكون هذه مناسبه ان ندردشو معك في المباشر. اذا كما قلت متتبعين غادي نمشي في اتجاه ديال الرتاحه، سي حمزه قالنا في سنة الرمل، اذا كان قريب علينا ندردشو معاه اهلا وسهلا. اذا فاطمه اهلا وسهلا. كما قلت متتبعين انخفاض درجه الحراره وكاين البرد القارس، الانسان كتلقاه في الديور ديالهم وتيحس بالبرد. هذه الفئه الاجتماعيه المقهوره في المغرب العميق، الظروف الاجتماعيه اللي جعلتهم انهم يعيشوا في الزنقه للاسف. كنتذكر واحد الروبورتاج اخواني درته هذه سنوات، ولقيت واحد الرجل في الزنقه، ملي سولته قال لي 30 سنة هو في الزنقة. صدقوني أنني 30 سنة اللحم ديالي تشوكت هو كينعس في الزنقة، يعني 30 سنة النص ديال العمر ديالو تقريبا، لأنه يعني راجل كبير، النص ديال العمر ديالو متتبعينا عاشوا في الزنقة. إذا هذه مسائل اللي كتأثر. هذا نداء من
معكم احمد معتكف قناه شوف تيفي تطوان. كنوجهلكم هذا النداء متتبعينا اينما كنتم، المرجو تعامل بعقلانيه وبالتعاطف باليد الرحمه مع هاد المتشردين هادو اللي في الزنقه، لان كاين البرد القارس مستبدلنا. غادي نرجع معكم للجوله، ونتمنى ان هذا النداء يتعمم، وكاين جمعيات طبعا اللي كتعمل هاد الامور الخيريه، نتمنوا صادقين انها تخاد في هذا الوقت بالضبط، لان على مقربه من الليالي. اذا الليالي لا تفصيل على الليالي سوى اعتقد 15 يوم، لان ربما الليالي مع فرصه الشتاء كتبدا في 21/12، حنا اليوم 8 على مقربه من تسعود، لا تفصلون على تسعود الا اكثر اقل من ساعتين. نتمنوا معك حمزه مدينه الفنيدق، لاباس عليك خاي بخير سي حمزه لاباس. انا الان على مستوى ملعب صنيعه الرمل او مسجد الامه. سي حمزه اللي قالنا في صنيعه الرمل اذا كنت قريب، حنا نصول ونجول في صنيعه الرمل في انتظار شي متتبع. سلام اجي عندنا شنو؟ اجي عندنا على مشى التعليق، لان كاين مجموعه ديال التعليقات تطلع بعجاله متتبعينا. حنا الان في صنيعه الرمل في هذه الجوله الليليه، نتمنى تكونوا معنا اوقات جميله متتبعينا. وكما قلت دائما كنأكد ان احنا الدور ديالنا هو نتفاعلوا معكم، وتنشكركم على التعليقات ديالكم والتفاعل ديالكم متتبعينا. حنا في صنيعه الرمل الان على مستوى المدخل ديال المستشفى الاقليمي صنيعه الرمل، من خارج هذه السياره هذا هو المستشفى الاقليمي متتبعينا، وهذا يعني احنا في القلب ديال صنيعه الرمل. اشراف اهلا وسهلا متتبعينا. حنا عندنا السخانه، شكرا. فين سيدي محمد عندكم السخانه؟ في اي مدينه عندكم السخانه؟ تطوان فيها البروده الان، قلنا المدينه اللي فيها السخانه. مرحبا بك تطوان. انا مع سي ابراهيم مع بائع العصير. اذا كنت قريب نجي ندردشو معاك سي ابراهيم. غادي ندخل، غادي ندخل هنا، راك انت محدد لي الموقع الان فين انا. كاين واحد المتتبع ديالنا قريب هنا، اذا كان قريب ممكن نصادفوه وندردشو معاه. انت كتشوفنا اخي، حنا داخلين عندك، هذه مناسبة اننا نصادفوك وتكون فرصة. دنيا خاوية مرحبا، جولة جميلة شكرا لك. مرحبا بك في مرتيل، شكرا الناس ديال مرتيل، تحياتي الناس ديال مرتيل. حنا في هذا الاتجاه ديال التوتة متتبعينا، نتمناو نلقاو في هذا المباشر شي متتبع ديالنا، شي واحد قالنا هو قريب هنا في هذا الحي. هذه مناسبة اننا نصادفوه او نشوفوه اذا كان قريب علينا في هذا المباشر. نتمنوا متتبعينا نلقاو شي واحد هنا قريب في هاد البلاصة متتبعينا. اذا احنا في التوتة، هذا حي التوتة. فوتيني فوتيني قال لي فوتيني، لك هو فوتيني راه الى شمن بلاصة في التوتة متتبعينا، حنا قرابين عليكم. بعد مناسبة انا ندردشو معكم. الله يبارك فيك سي محمد، مبارك من اكادير، تحيه الناس ديال اكادير. دانا شفت في الان في التوته كان معنا واحد المتتبع قال لي قريب هنا، قلت هذه مناسبه انا نحط الرحال عنده وندردشو معاه، ولكن كنتفاجئ انه تيقول لي فوتي. عادي نحاول ندير الجوله الثانيه، ونتمنى اننا نلقاو احنا معكم في ازقه ديال حي التوته متتبعينا. لطيفة توتة خاوية، طبعا هذه مناسبة اننا نتوتوا معكم هذه الجولة. حنا في توتة متتبعينا، يعني ندخل شي زنقة الدرب، هذا بان لي هاد الزنقة ضويقة ما كتخرجش اعتقد. غادي نشوفوا جولة ثانية من جهة أخرى، عفوا الدخلة الثانية. الله يعاونك أخي، مرحبا بك في الفنيدق، شكرا سي حمزة وشكرا للناس ديال الفنيدق. رايان اهلا وسهلا. غادي نشوفوا متتبعينا، نديروا هاد الدخله من هنا ونشوفوا الاخ اللي قالنا في التوته اذا كان قريب نشوفوه متتبعينا. ما كانش عادي نقلبوا الوجهه في اتجاه وجهه اخرى. ما عمري مشيت لتطوان،
مرحبا بك خويا في تطوان فاتي، مرحبا بك لاله فاتي في تطوان. انا اعتذر قلت خويا، مرحبا بك في تطوان فاطمه. اهلا وسهلا، كي داير الاجواء من ديك النهار ياك؟ على العموم حنا في التوته متتبعين، الدنيا خاويه لان كما قلت كاين انخفاض في درجات الحراره. مصطفى الشيخي، اياه مع صاحب لا داعي لديك السميه، يعني لا درنا السميات غادي نكونو تندوزو الاشهار المجاني، لا بعدين على الاشهار المجاني. متتبعينا سي عبد اللطيف توتا خاويه، طبعا فوتيني، عاود فوتك، عاود فوتيني. اذا فوتناك انت غير محظوظ معنا اخي، لان ما فوتناك المرة الأولى والمرة الثانية. نقول لك إلى اللقاء في فرصة لاحقة مستقبلا. توتا طبعا هذا حي توتا خاوي، غادي نمشيو معكم من شمن حي مستقبلا، شوفوا ندوزوا على شارع المحمدية، نمشيو في هذا الاتجاه، ندوزوا على شارع المحمدية مستقبلا. تحية الناس ديال شارع المحمدية. احنا الآن امام، غنخرجوا امام السوق القرب صانيات الرمل. ها هو متبعينا امامكم السوق القرب ديال صانيات الرمل، هو هذا. اذا كنشوف الدنيا خاويه هنا، نمشيو على مستوى شارع المحمديه وصولا الى شارع الدار البيضاء متتبعينا في هذه الجوله الليليه. سي خالد صافا خويا، حنا هنا نوفل حدا الدار ديالي. مرحبا بسي نوفل، مرحبا بالناس ديال شارع المحمدية وتوتا كذلك تطوان. كما كتشوفوا خاوية، هنا تنديرو معكم هذه الجولة الليلية متتبعينا. حسن اهلا وسهلا، شنو المناسبة هذا الرقم الهاتفي سي حسن؟ مش يمكن لي نرجع له. اذا حنا في شارع المحمدية هنا، الدنيا طبعا خاوية كما قلت كاين انخفاض في درجات الحرارة. اسمان لاباس عليك، كمال صافا صافا الحمد لله. اذا كما كتشوفوا متابعينا احنا في شارع المحمدية، الدنيا خاوية. غادي نمشيو على مستوى شارع الدار البيضاء وصولا الى مدارة كويلما، ونوصلوا كويلما لنزور عند رغبة بعض المتابعين ديالنا. دائما تيقولوا لي ما كتوصلش كويلما، تنوصل بالنهار، ولكن بالليل هذه مناسبة نديرو جولة في كويلما باش على الأقل شي واحد ما وصلوش نقول له راه حنا وصلنا، ونحلفوا له صادقين أننا وصلنا لكويلما متتبعين. إذا حنا الآن في شارع الدار البيضاء في اتجاه كويلما. سي عمر أهلا وسهلا، شاوني الله يبارك فيك الدنيا خاوية. إبراهيم واش مراكش منسية؟ لا لا طبعا الناس ديال مراكش، عندنا الزميل ديالنا المراسل ديال شوف طيف مراكش راه كيدير المباشر يا أخي في مراكش الحشومة، مكناش نساو مراكش. تذكير ان عندنا مراكش اكادير المدن الكبار كاملين والمحيط ديالهم كاملين فيهم طاقم ديال شوف تي في متتبعين. سي خالد الله يبارك فيك، طبعا ربما ما صادفتيش المباشر ديال مراكش، كاين زميل ديالنا في مراكش كيدير حتى هو المباشر. اذا حنا في المداره ديال كويلما متتبعينا، الدنيا كتصفر طبعا، وانخفاض درجه الحراره 11 الله رب ديال الليل في اتجاه كويلما متتبعينا. اجواء خاويه كما كتشوفوا، غادي نوصلوا لكويلما نديروا معكم جوله في احد الازقه ولا الشوارع ديال كويلما متتبعينا. اذا كما كتشوفوا حنا في جوله وفي دردشه معكم في هذه الجوله المسائيه متتبعين شوف تي في. نتمنى انكم تقضيوا معنا اجواء جميله في هذه الدردشه الليليه عبر شوارع المدينه. احنا الان في القنطره ديال حي كويلما في اتجاه بعض الازقه، ونزول عند رغبات بعض المتتبعين ديالنا في شوف تي في، انهم دائما تيطلبوا لنا نديروا الجوله والدردشه في حي كويلما. اذا كما كتشوفوا معنا غادي نشوفوا ندخلوا من هذا الشارع هذا الاول في حي كويلما متتبعينا. شوفوا معنا الاجواء مراكش خويا خويا، مرحبا مرحبا، سلام ابراهيم. اذا احنا في حي كويلما متتبعينا، القلب النابض ديال هذا الحي وهذا الشارع هذا.
ندير معكم هذه الجولة الليلية هنا، ندخل حدا السوق، حدا السوق ديال اكويل ما اوكي، نوصل لحدا السوق.